بقدر التحية بحضراتكم. امبارح انا عرضت ليه الحادثة او اكبر قضية فساد ممكن تشهدها مصر في تاريخها، اختلاس مليار دولار. النائب العام بيحقق في القضية، فرض حظر او تجميد حسابات مالية للاثنين المتهمين، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن الاثنين المتهمين لحد النهاردة بيعملوا في إدارة مالية في إحدى شركات البترول المصرية، متهمين باختلاس مليار دولار، واللي كشف القضية الشريك الأجنبي. معايا على التليفون الأستاذ طاهر الخولي المحامي عن الشركة المصرية، واللي بيحضر التحيات يقول لنا تفاصيل أكتر. مساء الفل أستاذ طاهر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عاوز أعرف لحضرتك التفاصيل، الوقائع، كيف اكتشفت الشركة الأجنبية اختلاس ما يقرب من مليار دولار؟ هو أولا هو التصحيح، يعني هو مش الشركة الأجنبية اللي اكتشفت الواقع، هو الواقع أن كان رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي كانوا بيديروا هذه الشركة. الشركة دي بتعمل في مجال الطاقة والبترول والكشف عن الغاز، وفيها مجموعة من شركاء الأجانب، والإضافة فيها شركاء بنوك. اكتشفوا ان في عد في 18 مليون دولار في ميزانية الشركة. طبعا رقم 18 مليون دولار في حجم شركة بتعمل في مجال البترول ده مش رقم مش كبير يعني. المهم تم تشكيل لجنة من جواش، تم تكليف مكتب محاسب قانوني فحص حسابات الشركة كلها من ساعة موز ميدليوم هذا العمل، وتم اكتشاف ان المبلغ حوالي 960 مليون دولار، اي ما يقرب على مليار دولار. تم تقديم الأدلة والمستندات لمباحث الأموال العامة، أجرت تحريات عن الواقع، تأكدت من صحة الواقع، وإن في اختلاف فعلا في سبيل على أموال الشركة، وإن في تزوير في كشوف الحسابات، وتم تقديم هذا البلاغ بالمستندات بتحريات مباحث الأموال العامة إلى نيابة الأموال العامة العليا، بادرت بالتحقيق وتأكدت من تحريات وتأكدت من الأدلة. أصدر السيد المستشار النائب العام قرار بمنعهم من السفر بتاريخ 6/8، وبتاريخ 6/9 أصدر قرار بالتحفظ على أموالهم وأموال أسباب زوجاتهم وأولادهم القصر، وتم تقديم قرار المنع من التصرف إلى محكمة الجنايات، وأيادت محكمة الجنايات قرار المنع من التصرف للمتهمين هو قرار عن النائب العام، وتم تشكيل لجنة من البنك المركزي مع هيئة الاستثمار للوقوف على مقدار المبالغ فعلا المستولى عليها، واللجنه دي المفروض انها توضع تقريرها خلال شهرين، وهتنتهي التحقيقات ويتم بقى تحديد مقدار المبالغ على الوجه اليقين يعني. استاذ طاهر، المبلغ اللي جرى اختلاسه او الثابت في الاوراق حتى الان 960 مليون دولار، المتهمان حطوا الفلوس قرات انها خارج مصر. بالضبط، هم كانوا بينشئوا شركات وهميه، في شركات وهميه خارج مصر والدول الاوروبيه، وبيتم تحويل اموال هذه الشركات بالاضافه لحسابات شخصيه ليهم برضو في بنوك بره خارج البلاد، في بنوك اوروبيه وفي بنوك في الخليج، وكان بيتم تحويل والتزوير في كشوف حسابات التحويلات، وبيستقطعوا هذه المبالغ وبيتم تحويلها للخارج بالفعل، ومبلغ كان ضخم طبعا 60 مليون دولار. كيف تتمت سرقة على مدار عامين بهذا المبلغ الكبير ولم تكتشفه الشركة طوال عامين؟ أولا هو المبلغ طبعا هو مبلغ ضخم جدا، ولكن في مجال الاستثمار في مجال الطاقة والبترول، يعني هذه أولا حضرتك تعرف مجال الغاز والنفط ونقلات البترول، الرقم ده يعني زي ما الناس طبعا هو فكة يعني فكة؟ لا ما نقدرش نقول إنه فكة، ولكن مع حجم الشغل الضخم ده انك في خلال سنتين اكتشفت ان في ميزانيتين عندك وفيهم عجز 18 مليون دولار، وتم بقى تشكيل اللجنه طالما انتهينا لهذا الرقم. يعني هو هم المده مش طويله برضه، ما نقدرش مثلا خلال 10 سنين، لا يعني احنا بنتكلم في سنتين من خلال ادارتهم لهذه الشركه. طيب المتهمان بيشغل وظائف في الاداره الماليه لشركه البترول، اليس كذلك؟ رئيس مجلس الاداره والمدير المالي، العضو المنتدب والمدير المالي. طيب تقدير حضرتك الدخل السنوي للعضو المنتدب اللي هو المتهم بالاختلاس، كم دخله السنوي تقريبا؟ لا هو طبعا ليه مرتب محترم
لا، ما انا بتكلم على المبلغ الحلال اللي بيخش له سنويا كام. وده يوم بتلاقوا حوالي كمان كوميشن وعمولات للصفحات. تقديرك كام كمحامي يعني؟ انا مش عايز اقول رقم بس. لا يعني قول قول عادي عادي رقم عادي. يعني هو رقم يعني 50 مليون في السنه مثلا. يعني احنا بنتكلم في ملايين طبعا، مش بنتكلم في يعني ملايين طبعا يعني ملايين، مش ملايين بل طبعا ملايين بس تحديدا قد ايه ما اقدرش فندم. اصل يعني السرقه او اللي بيختلف ملهاش يعني ملهاش علاقه، هي ليها بالماديات، هي ليها علاقه بالاخلاق. بس استاذ طاهر انا وقفت يعني ايه؟ انا حرامي بختلس الكلام ده، ما انا اللي بختلسه ده ببدا احوله لاصول. هعمل ايه؟ هجيب فيلا وهجيب شاليه في فيلا في مراسي، هشتري مراسي كلها. يعني انا قعدت اقول انا حتى لو هصرف كل يوم مليون جنيه لحد ما اموت، ال 18 مليار جنيه كتير قوي كسرقه يعني، ولا انا غلطان؟ بمعنى لو انتوا حتى ما كنتوش اكتشفتوا الاختلاس ده كانت الدنيا ماشيه بقى، اللي هو كل سنه نص مليون دولار، نص مليار دولار. طبعا هو بص اقول لحضرتك حاجه، اصل اللي بيسرق ده بيحلل اي مبلغ بيتداول عليه، وهو راجل كان عنده منتدى، ودي امانه وعهده في مستوى وظيفته، فانت مش هتقدر تحدد. ما بيبقى في واحد موظف يعني كل اللي بيتقاضى 5000 جنيه ولكن عنده امانه وعنده شرف وعنده ضمير. نعم. وبيتقي الله، وبيتقي الله في المال اللي بيخش له وليله وليله، يعني ما نقدرش نقول انها بالدخل يعني. طيب هل ده يعني، هل ده يعني ان النظام الرقابي في بعض شركات البترول ضعيف للغايه؟ هو طبعا اكيد في خلل يعني، اكيد في خلل. ما هو سرقه مليار دولار اكيد يبقى يعني في خلل يعني، دي منطقه يعني عايزين نتجاوزها طبعاً. يعني بالظبط كده يعني، انا يعني اكيد طبعا في خلل في العمليه الماليه في اداره الشركه، ولذلك ان طبعا تم وضع ضوابط للدوره المستنديه والاداره الماليه للشركات اللي بتتعامل في هذه الحجم هذه الاعمال يعني. فطبعا اكيد في خلل في الاداره طبعا. هل تعتقد بخبرتك كمحامي بقى كبير كده ان القضيه دي قابله للتكرار في شركات بترول اخرى، فنبعت جرس انذار لمين يبدا يفتش في دفاتره؟ طبعا لا اكيد. يعني ده شيء طبيعي طبعا ان في خلل في، بس برضه ما نقدرش نقول ان كل الشركات ماشيه على احنا ما قلناش بس بيقول لك حرس وما تخونش يعني. بالظبط طبعا 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 حرس وما تخون. الفساد ده، الفساد ده يعني في الدوله ما ده فساد عندنا انت مش قادر تحاربه لغايه النهارده. يعني ليه انت ما عندكش مقومات النهارده ان انت تحارب فساد متوغل في مفاصل الدوله بهذا الحد، سواء على المستوى الوظيفي الكبير او على المستوى الوظيفي المتوسط او على المستوى الوظيفي الصغير. ماذا انا عرفت ان حضرتك حضرت التحيات. يا فندم. ماذا قال المتهمان اثناء التحقيق؟ لا انت كان كادك فعل متهمين، هو الراجل بيقول لك احنا انا اللجنه اللي النيابه هتشكلها وهتفحص الاوراق وهتفحص الشركه وهتشوف الدوره المستنديه، احنا بنقدم مستنداتنا وهو عليه انه يقدم مستنداته وادلته. احنا معنا مستندات وادله، واللجنه هي اللي هتفصل وهتوصل هتفصل في الرقم الحقيقي اللي تم الاستيلاء عليه وكيفيه الاستيلاء عليه وكيفيه تم تحويل. يا معالي الباشا، النيابه العامه او معالي النائب العام مش هيصدر قرار بمنع من السفر والتحفظ وتيجي محكمه الجنايات تأيد هذا القرار الا لما يكون في عندنا ادله دامغه وقويه في الاوراق. احنا ما فيش حد هيتقدم ببلاغ كافي. نعم نعم. مفيش حد في هذا الحجم بهذا الرقم وتتاكد ويتم يجري تجري تحريات عليه ومباحث الاموال العامه تجري تحريات على الواقع وتاكد صحه الواقع والنيابه العامه تتاكد من الدليل ويصدر معالي النائب العام منعهم مستقبلا. اخر سؤال استاذ طاهر، عندما يتم تحويل او اذا جرى تحويل القضيه خلاص لمحكمه الجنايات، الاحكام في الحالات دي بتبقى ايه لايه يعني؟ لا احنا بنتكلم بقى في هنا عندي اختلاس وعندي استيله وعندي تربح احنا بنوصل لاشغال الشقه المؤبده. طب الفلوس؟ طبعا والفلوس بتبقى محل مصادره وبيبقى في غرامه مضاعفه. يعني يجيب المليار دولار وفيه مليار دولار. طبعا عقوبه ماليه تكميليه.
بالاضافه ان العقوبه هي شركه البترول دي شركه خاصه ولا حكوميه؟ هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، مساهم فيها مجموعه من الشركات الاجنبيه ومجموعه من البنوك بالاضافه لراس المال الخليجي. يعني فيها مال عام يعني؟ طبعا فيها مال عام. طبعا فيها مال عام. هنتواصل مع حضرتك، وانا بشكرك استاذ طاهر الخولي المحامي عن شركة البترول اللي جرى اختلاس منها ما يقرب من مليار دولار.